السلام عليكم ازول في اللون. تتعرفوني ديما تنطالبكم وتنطلبكم ان يكون في التعاريخ شعارنا الخالد الله الوطن الملك زير على بركه الله. دابا غادي نقول لكم نعاود لكم واحد القصه ديال اكبر منافق داز في هاد السنوات الاخيره. وانتم تتعرفوا بلاد بواسين رجلين كاين دو كاتيجوري، كاين المشروح وبواس رجلين، وكاين كبران ديال فرنسا والصحفيين ديال الكبرانات ديال ماماهم فرنسا، يعني الخدام ديال ماماهم فرنسا. هذا هو المثل اللي تيقول هذا تيمشي في الجنازة او لا تيمشي يزور القبر الميت وتيحتفل مع اللي قتلو. اسمع مزيان، تيزور القبر ديال الميت وتيحتفل مع اللي قتلو. السي طارجي عميل ديال الكبرانات، انا تنعرفوا الخبات ديالو وشنو المحبه ديالو للمملكه المغربيه وكيفاش يبغينا وعزيزين عليه واش يهضر علينا واش يقول علينا. سمع سيدي وحل عينيك يا المسروح يا بواس الرجلين، سمع شوف هو يزور مقبره شهيد. تبارك الله تبارك الله، وفرحانين به، مدوزين في التلفازه والنشاط شادين في يديهم الحب والحنان، ومسكين متأثير متأثير. مقام الشهيد كانوا دافنينو في مكان كما يقولوا تحت خوباي، في خوباي كان في الهندي، تحت الهندي على واش مخبيينو في مكان ماشي قدام شجرة ولا، كانوا مخبيينو تحت الهندي على واش باش المكان هذاك كيقولوا ما يشوفوش ما يشوفوش بليا تما، لانه الهندي شويه كما يقولوا حاسي. بدار الزيارة وفرحانين به وكل شيء بخير وعلى خير، إلا أنه في نفس الشهر ولا في الأول ديال الشهر قبل ما يمشي يزور هاد السيد، وهذا ما تنقول لهم من يوهم الجزائريين بالدفاع عن مطلب اعتذار فرنسا عن ماضيها في الجزائر عليه أن لا يشارك احتفالاتها، وإلا فهذا اسمه النفاق. شوف سيدي الصورة ديال طارجي داخل لا فيت ناسيونال بلاتي باش تبان مزيان. ها هي بعدا لا فيت ناسيونال، فيت ناسيونال دو لا فرانس 14 جويي 2024. شكون اللي موجود في الصوره التذكاريه ديال الحفل؟ طارجي بقطر ومعاه حتى لسان الصليط بن قلنا ولا ما عرفت سميتها تخيتي هذه خديجه ولا ما عرفتش داكشي. انا هادو ما تنبغيش نتذكرهم بزاف، لان لا باقي انا غير تنبغي نرد على اكبر منافق اللي تيسرحوا به بواسين الرجلي. من هنا تنقول لكم عاش الملك الله الوطن الملك وسير نجيه.